اتصل معايا تليفون من تونس، يعني الكابتن حمدي القسراوي لاعب طبعا الترجي السابق وواحد من الناس مدرب حراس مرمى المنتخب التونسي. مساء الخير يا كابتن ومنورنا على شاشه قناه الاهلي. مساء الخير وتحيه ليك وتحيه كل المتابعين قناه الاهلي. طيب في مصر. يا اهلا وسهلا، تحيه كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه حسني لحضرتك. كلمني على ذكرياتك مع الكره المصريه وتحديدا الاهلي كابتن حمدي. والله هي من زمان، هي فما ياسر ذكريات بين تونس ومصر على الصعيد منتخب تونس ومصر، وعلى الصعيد النوادي بين الترجي والاهلي من قديم كانت المنافسه شديده خاصه على الناحيه الافريقيه. اذا ثم الطابع نتاع الماتش طبعا خاص، صحيح متعودين في الاعوام الاخيره من كبيره الاهلي والترجي، وحاجه باهيه شوفوا المستوى العالي اللي يقدموا فيه ناديين اليوم من اكبر الانديه في افريقيا، حاجه باهيه اللي الترجي يعرف الاهلي والاهلي يعرف الترجي. انا عندي ذكريات كثيره وعندي اصدقاء برشا من مصر، صديقي والاخ اعتبره اخ اللي هو عصام الحبري. اوكي. دونك ذكريات كثيره وان شاء الله الماتش يتعدى في كنف الروح الرياضيه طبعا وبين اثنين اشقاء هم الاقوى على المستوى الافريقي كان من خلال الارقام واللقاءات الاخيره او السنوات الاخيره الاهلي والترجي هم الاقوى على المستوى الافريقي. نعرف هما الاقوى وذاك اللي يخلي المقابله ما فيهاش تكهنات. صحيح. رغم انه افضليه الترجي انه يستقبل في تونس المقابله النهائيه يخليه حظوظه اوفر في النايب من كاس هذايا، رغم انه فيما قلت لك مقابلة نهائي ما فماش تبقى حساباتها بتبقى مختلفة. طب رؤيتك الفنية من خلال اللقاء الأول، يعني لسه اللقاء الثاني هيبقى في تونس بإذن الله، رؤيتك الفنية شايف اللقاء ماشي إزاي والريتم اللقاء هيبقى عامل إزاي ومين اللي هو الأفضلية في اللقاء الأول؟ والله أنا أتصور أن الضغط يكون على النادي الأهلي في المقابلة الأولى، لأنه الترجي باش يلعب الشوط الأول في مصر والشوط الثاني في تونس. نتصور الترجي فريق كبير يحاول يمشي لمصر مش باش يلوج على التعادل ولا الخساره، يحاول يسجل هدف على الاقل في الاهلي في مقابله الذهاب انه يخليه يلعب بطريقه حيه. من الناحيه الفنيه بتكون مقابله صعبه وجزئيات هي اللي بتعمل الفارق علشان اللي يتحكم في اعصابه اكثر وباش يكون يقدم يعمل معناها بيكون في اقل اخطاء هو اللي يكون عنده فرصه الفوز اكثر، خاطر مقابله اعصاب مقابله جزئيات مقابله خبره ونتصور باللاعبين من فرق السنين فرق في كثير من اللاعبين عندهم خبره النهائيات كما قلت لك مقابله صعيبه التكهن فيها الاهلي فريق كبير صحيح فريق كبير وقاعد يقوم بصحوة في الدورة نصف النهائي الفوز اللي قدمه على فريق أغسطس نتصوروا أنه قفزة كبيرة على المستوى المعنوي نصف النهائي معنوية كبيرة. صحيح. طيب ذكرياتك أنت لعبت قدام الأهلي قبل كده كابتن حمدي؟ والله لعبت قدام الأهلي ثلاث مرات موسم استاد القاهرة ولعبت في تونس في رادس مرتين في رادس لعبت ثلاث مرات انهزمت في مناسبه في القاهره وربحت في تونس. مباراه القاهره كانت 2-1 تقريبا او 3-0 3-0 اوكي وربحت في تونس كانت 1-0 تقريبا كانت 2001 الذكرى بتاعك 2007 1-0 عام 2007 مظبوط 2007 احرزت انا الهدف معانا واحد جاب فيه الجول اهو حمدي كان تسديده من خارج ال 18 اسامه حسني يا راجل
كابتن حمدي اتفضل يا سلام. وكسبونا هناك فعلا في تونس كان 1-0. مظبوط كابتن حمدي اتفضل. كان امير عبد الحميد. امير عبد الحميد كان حارس المرمى. مظبوط صح. الجول قدامنا اهو كمان. مظبوط مظبوط. وقتها صارت عملت اصابه على عماد متعب فقد الوعي. مظبوط. ده انت من يومك يا كابتن حمدي بقى. كابتن حمدي انتوا يعني على راسنا من فوق. فرقه الترجي من احسن الناس اللي بتتعامل فيها على المستوى الاداري حقيقه، يعني سواء كانت مسؤولين او اجهزه فنيه. يعني يبقى التوفيق عنصر مهم جدا في حسم اللقاء سواء كان في مصر او في تونس. المهم ان هي ما بين فرقتين يعتزوا جدا جدا بعلاقاتهم مع بعض. كابتن حمدي، هو الحاجه الباهيه بنقولها انه في الرياضه المناخ في الاهلي والترجي ثم كثير ثنائيات. تلقى برشا اصحاب من الترجي، لاعبين من الترجي، لاعبين من الاهلي اصحاب معناها. ثم 90 دقيقه وفي حكم ويوفى الماتش معناها. ثم مرحبا بكم في تونس انتوما وخيان. طيب مع بعضنا مرحبا بكم. سؤالي الاخير في تخصص حضرتك، يعني في حيره عند الجهاز الفني لفرقه الترجي ما بين رامي الجريلي وما بين معز الدين بن شرفيه. يعني من وجهه نظرك الشخصيه مين يبدا اللقاء او مين يكون له الكلمه في اختيار معين الشعباني؟ والله هما اثنين حراس ممتازين. بالسوا يلعب معز لو حضرتك صاحب القرار، لو كابتن حمدي الاسراوي صاحب القرار في الجهاز، يبدا بمعز ولا رامي؟ يا راجل المفيد ربي وفق هو. ماشي ولا يهمك كابتن حمدي. وان شاء الله التوفيق. متشكر جدا حبكم واصحابنا. ان شاء الله التوفيق للترجي باذن الله. كابتن حمدي الاسراوي كنت منورنا على شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا لحضرتك. اتفضل يا كابتن اسامه. كابتن مش عايز يجاوب طبعا، يعني مش عايز يجاوب.